السلام عليكم. طبعا الشيء اللي احنا لقيناه وما ندري وين ودي، هذه مكبسات خوص حق زمان اول، يعني اتوقع انا اخر مره شفتها يمكن من 30 سنه ولا اكثر. مش ما تنفع سكراب، حتى البنجاري اقول له خذها بريال عيه، وفيه مهبه هذه ما شاء الله تبارك الله ايام الحر الله يعيدها. في هنا منفاخ، هناك حلو منفاخ نار، وانا ما تفرجت عليها جامد، يعني شيء بلاش ربح بين ما كلف، اهم شيء حبيب قلبنا هذا. لكن ايش، نرجع للخوص، ما ادري ايش سوى عليها سحب ولا سوى الطف، شيل نص ريال والله. ايه بعدين بتشا مبسوط بنغلاديش. ايه هذا في سمسم، هذا سمسم، في هذا سمسم. ايه طيب هذا ما في فايده بنغلاديش؟ لا بنغلاديش ما في فايده. هديه؟ ما في حتى هديه. شوف هذه صناعه تحويليه بالنخل، يعني شوف سبحان الله، زمان كانت النخله ما يكتفى بتمرها بس، فهذه كانت يمكن تشغل ناس، يعني داعمه. في النخله كان ما شاء الله يستفاد منها تمر، يستفاد منها الخوص، ويستفاد منها اشياء كثيره. طبعا السفره كانت تسوى منها، المهفه هذه من النخل روعه. طبعا عندك كميه، قد خلها في السياره يمكن اشوف احد ياخذها. ما شاء الله في كميه هناك بعد، واضح ان راعي البيت نقل معه اغراض بيت الطين من بيت البيت لحد ما وصل للفله. فحبيت اوريكم هذه، و اعطونا افكاركم وش راح نسوي بالخوص والمهفات. انا قلت انطها في البيت، يمكن احد اخواني تعجبه ياخذها على الاقل، ممكن تعلق مجلس كمنظر، لان ما اتوقع ان احد يكنسبها الحين، ممكن تكنسبها فرشات الحين، مكسات كهرب وشغالات تكنس بها. من اول كانت الحوشه تكنس بها، الحوشه زي الحوش كذا تكنس بها، الله يرحم زمان راح. ولا هل تنفع الحين تحط في مجالس الطين؟ عموما اللي يبي منها شيء يراسلني، وعليه الشحن، على تكلفه الشحن. ويبشر ما شاء الله العدد كبير، ما شاء الله كميه، ما شاء الله هذا خيشتين مليانه، والطف ما يبي منها شيء. طبعا ايش هذه شكلها، بخليها للمكيف لما اجي اركب مكيف، لانها لاحظت انها كامله بدل ما تنباع لسكراب يعني. هذا ما لدينا الان، واشكركم على تفاعلكم مع قناه عامه ولا لا، وان شاء الله ابشروا بفيديوهات متنوعه ويوميات، يعني وش نسوي في يومنا، وش سواء كان تربيه الحمام، تربيه الدواجن. طبعا ما ودي اتكلم عن الدواجن الحين، خلها فيديو اخر. هذا قلنا الخوص، اعطونا افكاركم وش نسوي بالخوص ذا، وش راح نستفيد منه، شلون نستفيد منه. طبعا انا طبعا ممكن اذب الخوص ذا الغنم تاكله، يعني عند جاري غنم ممكن، بس طبعا حسافة، هي منظرها حلو وشكلها حلو، يمكن نلاقي احد يستفيد منها ولا شيء. عموما شوفوا وش الافكار ممكن ناخذها من هالموضوع، ونلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله. هذا طعني.